بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل الوطن. مشاهدينا الأعزاء، منذ أن تم اتخاذ القرار الجمهوري بتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، سعت اللجنة سواء ميدانيا أو عن طريق جمع المعلومات بوسائل شتى حتى خلصت بملخص تنفيذي للتقرير الأول عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مزيدا من التفاصيل عن هذا التقرير وعن عمل اللجنة مع ضيفنا هنا المحامي عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، سعيدين أن تكون معنا. أهلا، أنا أسعد أن أعود إلى قناة سهيل. أهلا وسهلا أخرى، طبعا طولت علينا كثير. طبيعة عملنا منعتنا. صحيح، في وسائل الإعلام. صحيح، فسنبدأ وإياك بهذا التقرير الذي يسلط الضوء على اللجنة وعملها، من ثم نبدأ نناقش ما الذي ورد في التقرير، نتابع سويا. ورغم كل التحديات، قرابة 10,000 انتهاك بحق المدنيين في اليمن حتى يوليو 2016، هذا ما خلص إليه تقرير أولي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. التقرير الذي أعلنت عنه اللجنة في مؤتمرها الصحفي المنعقد أمس بالرياض رصد 9,816 انتهاكا، وهو عدد أولي يشير إلى ما قامت اللجنة بالتحقيق فيه والتأكد منه. الانتهاكات المرصودة توزعت بين عدد من القضايا وفي مختلف المحافظات، وبحسب التقرير فإن استهداف المدنيين قد نتج عنه مقتل 3,054 مدنيا، بينهم 129 طفلا و102 من النساء. أما الجرحى فوثق التقرير عدد 3,906 جريحا، فيما قامت اللجنة بالتحقيق ورصد عدد 387 حالة تتعلق بتجنيد الأطفال و450 حالة قتل تمت خارج نطاق القانون و358 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى 81 حالة من ضحايا زراعة الألغام و143 تفجيرا لمنازل و132 حالة تعذيب تتضمن حالات تعذيب حتى الموت. اللجنة حققت أيضا في 9 وقائع ادعاء بالاعتداء على الأعيان الثقافية والآثار و15 حالة انتهاك تمت نتيجة قصف الطيران من دون طيار. الأرقام الواردة في التقرير لا تغطي هول الجرائم على الأرض، وما ذكرته اللجنة غيض من فيض، دماء تغطي خارطة اليمن، هكذا يقول مراقبون، غير أن الرد كامن في ذات التقرير وفي المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى وعضو اللجنة المحامية إشراق المقطري والمحامي عبد الرحمن برمان. وبحسب التقرير والمؤتمر فالأرقام أولية وجزئية، وهناك تقارير تالية. أما سبب عدم الشمول فكامن في صعوبات واجهت اللجنة، فإضافة لرفض الانقلابيين تحديد ضابط اتصال اللجنة، لم تتلقى اللجنة أيضا أي دعم فني أو استشاري من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما أن الاختلالات الأمنية واستمرار حالة الحرب أعاق كثيرا عملية الرصد والتحقيق. يضاف لذلك تردي الخدمات في عموم المحافظات وصعوبة الحصول على بعض الوثائق مثل شهادات الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي بسبب إغلاق المؤسسات في كثير من المناطق، وهو ما يؤدي لدفن كثيرين دون ترك أي إثبات يتم الاستشهاد به. غير أنه ورغم الصعوبات خرج التقرير إلى النور ليبقى شاهدا على انقلاب الظلمات. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. أجدد ترحيبي هنا بعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ المحامي عبد الرحمن برمان. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. في إطار حديثنا عن جهودكم التي خلصت بهذا التقرير لتوثيق العديد من الجرائم والانتهاكات الميدانية، لا بأس من التذكير ابتداء باللجنة وطبيعة تشكيلها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير للمشاهدين جميعا. في 2011 بعد خصوصا بعد مجزرة جمعة الكرامة كان هناك لجنة تقصي حقائق دولية أرسلت برئاسة الخبير الدولي هاني مجلي إلى ساحة التغيير وإلى ساحات التغيير وإلى اليمن بشكل عام. ظلت حوالي 10 أيام تجمع معلومات. توصلت اللجنة إلى أن هناك انتهاكات أو أن هناك إدعاءات بانتهاكات جسيمة خصوصا بعد جمعة الكرامة، وأوصت اللجنة بضرورة إيجاد آلية وطنية للتحقيق في هذه الإدعاءات. مجلس حقوق الإنسان عمل بهذه التوصية وطلب من الحكومة اليمنية، كانت حكومة علي مجور في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أعلنت استعدادها بعد أن أصدر مجلس حقوق الإنسان قرار أو توصية أو دعا الحكومة اليمنية إلى التحقيق في هذه الجرائم أو هذه الإدعاءات. أعلنت حكومة مجور استعدادها لتشكيل اللجنة، وظلينا نتابع كمحامين وناشطين ومجتمع مدني ونضغط على الحكومات المتتالية، وكانت كل حكومة تؤكد أنها ستقوم بعملية تحقيق، لكن لم يتم ذلك إلا في الشهر 12/2012 أصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوري قضى بتشكيل هذه اللجنة، لكن لم يسمى أعضائها. حصلت الأحداث المتسارعة في اليمن والحوار الوطني، ثم بعد ذلك حصلت الحرب وسقطت صنعاء، ثم بسبب اتساع دائرة الانتهاكات عاد المجتمع الدولي يذكر بهذا الأمر بضرورة أنه هناك مدنيين وهناك ضحايا وهناك انتهاكات. أصدر رئيس الجمهوري في 7/9/2015 قرار بتسمية أعضاء اللجنة، وبذلك تكون الحكومة اليمنية قد قامت بتنفيذ أو تطبيق قرار دولي صادر عن هيئة من هيئات الأمم المتحدة المتمثل بتشكيل هذه اللجنة. نعم. طيب حتى ندخل أيضا في التقرير، دعنا أيضا نناقش ما يعترض عليه أيضا على الأقل إعلام الطرف الآخر اليوم ويروج له من أن يعني اللجنة غير محايدة. حقيقة كان تشكيل اللجنة حرص الرئيس الجمهوري على أن تشكل اللجنة لم تشكل من أحزاب وتنظيمات سياسية ولا من سياسيين، وإنما جاءت من قضاة وأكاديميين ومحامين ومجتمع مدني. لدينا رئيس نيابة يرأس اللجنة، لدينا رئيس محكمة هو نائب رئيس اللجنة، لدينا أعضاء 2 أعضاء نيابة استئناف في اللجنة، عندنا الأستاذ الجامعي وأساتذة 2 أساتذة في القانون الدولي في اللجنة، لدينا المحامين وممثلين على المجتمع المدني. وبذلك تكون نحن دائما هذه الفئات القضاة والمجتمع المدني والمحامين دائما يأتوا يسعوا إلى محاولة بقدر الإمكان الاستقلالية والشفافية وإنصاف الضحايا، يعني إذا كان هناك تعصب فالتعصب يكون للحق، تعصب للضحية في إطار القانون في إطار العمل المهني. وبذلك لاحظ أننا رصدنا كل الانتهاكات ودعينا كل الأطراف، تعاملنا مع كل الأطراف تعامل واحد، وجهنا مذكرات لكل الأطراف، وجهنا مذكرة للحكومة اليمنية تحديد ضابط اتصال، للتحالف العربي، لجماعة الحوثي جاء رد من الحكومة اليمنية ومن التحالف العربي بتحديد ضابط اتصال مع اللجنة، حتى إذا وصلنا إلى تحقيقات ونستفسر عن بعض الأشياء ومن بعض الإيضاحات، إلا أنه للأسف الشديد رفضت جماعة الحوثي حتى الرد على المذكرة، اكتفوا فقط باستلام المذكرة ورفضوا الرد على المذكرة. يعني حتى في عملكم والنزول الميداني وقفتم على كل الاختلالات ليس لطرف على لا نعم احنا عندنا في التقرير، طبعا التقرير التنفيذي الذي امس جاء هو كان ارقام اجماليه، لكن لان احنا اختصرنا عشان الصحفيين كم سيقرا الصحفي 118 صفحه التقرير الذي سلم رئيس الجمهوريه، ان شاء الله خلال الليله او غدا سيكون موجود على موقع اللجنه لكل من أراد أن يطلع. حتى الحالات اللي رصدناها موجود نماذج، يعني مثلا تحدثنا عن 300 وكذا حالة اختطاف وتعذيب حتى الموت، أوجدنا حالتين 3 حالات ذكرناها بالاسم حتى تكون يعني كنوع من النماذج. هذا ما أظهرتموه. نعم. لكن بقية الأسماء والحالات موجودة عندنا. موجود عندنا كلها، موجودة في مرصودة في استمارة. أيضا أنشأنا مركز خاص بالضحايا موجود عندنا للذاكرة الوطنية حفظ حقوق الضحايا، موجود هذا المركز ويعمل على تجميع أسماء الضحايا
الأشياء التي تعرضوا لها والانتهاكات حتى تظل نحفظ نستطيع أن نحفظ حقوقهم. أنا أقول أنه حققنا أيضا في قضايا الدعاءات ضربات الطيران الضربات الجوية، ولدينا في هذا التقرير 3 قضايا أنهينا التحقيق فيها، وموجود أمام المحققين حاليا 13 قضية إن شاء الله سيكون إنهاء التحقيق فيها قريب إن شاء الله، ويعني في التقرير القادم يعني تظهر للرأي العام حول هذا الأمر. الفارق الزمني أو المجال الزمني الذي عملت اللجنة من خلاله، خصوصا أن التقرير كتب حتى 30/7/2016. نعم إلى 30/7. يعني إحنا بدأنا عملية التحقيق المباشرة بدأنا في 1/3/1 مارس من هذا التاريخ. نعم بدأنا فيها يعني 3 و4 و5 و6 و7 5 أشهر. كانت الفترة السابقة كانت عملية بناء القدرات لدى الراصدين لدى المحققين، تهيئة اللجنة ومكانها وتعيين الموظفين والحراسات الأمنية وما أشبه ذلك، أخذ مننا جهد وقت. لكن نحن الآن أمام مرحلة جديدة جاهزين، يعني أصبح لدينا الطاقم لديه خبرات، لم نعد يعني بحاجة إلى شكل كما كنا بحاجة سابقا إلى انتظار. يعني نحن يوميا ونحن هنا وأنا موجود في هذا المكان، الراصدين يعني يتلقوا البلاغات ويرصدوا يعني في كل لحظة وفي كل حين، غدا سينزلوا وبعد غدا وكل يوم إلى أن تضع الحرب إن شاء الله. لكن ما قصدتوا انطلقتم من 2011 أم من لا 2015. الإطار الزمني حدده القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة من بداية 2011 إلى أن تستعيد الدولة سلطاتها على البلاد. عندما تعود مؤسسات الدولة يصبح الأمر طبيعي، في حال ما إذا حدثت أي انتهاكات سيكون هناك مؤسسات طبيعية، القضاء والأجهزة الأمنية والشرطة هي التي تتصدى لهذه الانتهاكات. لكن في ظل هذا الوضع ستظل اللجنة تمارس عملها حتى يعني تستطيع الدولة أن تستعيد مؤسساتها وتستعيد البلد، وحتى يعني يأمن المواطنين على أنفسهم ويجدوا مؤسسات يمكن اللجوء إليها في حال ما إذا وجد انتهاك. مع هذا نحن اليوم لا نؤسس عمل شخصي، وإنما نحن نؤسس مؤسسة وطنية، مؤسسة خاصة بالعدالة من ضمن آليات العدالة الانتقالية. ستكون هذه اللجنة ستتحول إلى مؤسسة من مؤسسات العدالة الانتقالية، ونضمن فيها إنصاف الضحايا ونضمن فيها عدم إفلات المجرمين من العقاب. طيب بناء على التحركات وحتى الآن، ما هي الآلية التي عملتم من خلالها لتحديد هذه، يعني الآلية التي اشتغلتم وفقا لها، وإلى أي مدى هي منسجمة أيضا مع المعايير والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟ نعم إحنا الآليات التي قمنا بها، أولا نحن يمر عملية التحقيق بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الرصد، تلقي البلاغات من الراصدين الموجودين في الميدان، لدينا 30 راصد موجودين منتشرين في كل المحافظات. يقوم الراصد بأخذ المعلومات من الضحية، ثم ينظر إيش الأدلة اللي موجودة لديه، عنده تقارير طبية، عنده تحقيقات، عنده مذكرات قدمها، عنده شهود ممكن يستمع إليهم استماع يعني مبدئي ويسجل ماذا قال الشهود. يرسل التقرير إلينا يعني بهذه الحالة، نحن بعد ذلك نحيلها إلى المحققين. المحقق يرى أن هذه القضية تصلح للتحقيق، هذه القضية فيها أدلة هذا، لكن نحتاج إلى استكمالها، يحتاج إلى استماع للشهود، ويبدأ عملية مرحلة التحقيق، ثم ترفع القضية إلينا كلجنة التحقيق. اللجان الدولية إيش تعمل لما تجي تقيس إلى عملنا؟ اللجان الدولية هي أشبه بعملية الرصد. يعني الآن كان في تشكيل لجنة تحقيق دولية لليمن، إن كان خطتها عندما طلعنا على خطتها بتكون موجودة في عمان، وحترصد بالأقمار الاصطناعية يعني الصور، نحن ننزل نصور، نلتقي بالضحايا، نلتقي بالشهود، نأخذ تقارير للخبرة، نزور أماكن الحدث، لدينا خبراء عسكريين يعني في نزلنا إلى تعز وإلى مارب. حدثنا عن النزول وطبيعته. نعم. وصعوبته. يعني حتى اللجنة نفسها رغم الوضع الأمني السيء الذي تعيشه البلد، لكننا لم نكن موجودين في المكاتب، كان زملائنا موجودين عندما حدثت ادعاء انتهاك حقوق الإنسان في قضية مجزرة أو ما يسمى مجزرة الباب الكبير في تعز، كانوا موجودين يومها، كانوا متوجهين إلى تعز، يعني وصلوا في نفس اليوم أو اليوم الثاني، وكانوا دخلوا تعز على أصوات المدافع والرشاشات والقصف، وكانوا متواجدين في أثناء دوران المعارك، ونزلوا مباشرة، ولا زالت الدماء دماء المدنيين لا زالت موجودة في الشوارع، ولا زال الشهود موجودين، وكان قبلهم قد وصل في نفس اللحظة الراصدين، هيئوا لهم الوضع، هنا شهود وهنا مكان، يعني
عندنا تناسق، ثم بعد ذلك وكان مرافق للفريق فريق اعضاء اللجنه كان هناك الفريق المساعد اللي هم المحققين. من اين اخترنا المحققين؟ يعني مش اي محقق، اخترنا اعضاء نيابه وتقريبا جميعهم اعضاء نيابه استئناف، يعني اقل واحد فيهم ممكن 15 الى 20 سنه خبره في العمل في مجال التحقيق في القضايا الجنائيه. وبذلك نحن نسعى بكل وسيلة إلى أن يعني يكون العمل عمل مؤسسي، عمل صحيح، لا نتجنى على أحد ولا نضيع دماء الناس التي سقطت وآهاتهم وآلامهم. ونحن بذلك نؤكد على أنه إفلات المجرمين، ونضع أمام عيوننا هكذا ونحن نعمل، أنه الإفلات من العقاب يؤدي إلى استمرار الجريمة ولا استمرار انتهاكات ولا استمرار الحرب ولا استمرار الدماء. لو كان هناك تحقيق ولو كان هناك قضاء ولو كان هناك مؤسسات واستطعت أن يعني تقبض على قتلة جمعة الكرامة وغيرهم من المجازر التي ارتكبت، لن يجرؤ أحد على أن يرتكب اليوم هذه المجازر التي تحدث. ولما استمرت هذه المجازر في إطار التحديد الزمني، أشرنا إلى التحديد المكاني أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها سواء اللجنة عن بعد أو فرقها الميداني. نعم، يعني إقليم الجمهوري اليمني كامل يقع من ضمن اختصاص عمل اللجنة، وموجود لدينا راصدين في كل المحافظات، سقطرة التي لا يوجد فيها راصدين ومحافظة المهرة، هذه المحافظات التي لا يوجد فيها صراع، يعني في صنعاء في صعدة موجودين. في عمران موجودين في نعم، ولدينا قضايا من صعدة ومن عمران ومن حجة ومن صنعاء ومن المحويت ومارب ومن كل مكان، كلها ما ورد في التقرير موجود من كل المحافظات، لا يوجد محافظة بل ربما لا يوجد مديرية إلا لدينا قضايا وصلت وانتهاكات وادعاءات بانتهاكات. وأنا أغتنم وجودي في قناة سهيل وجمهورها الكريم والواسع، أدعو المواطنين جميعا كل من تعرض لأي انتهاك أن يتوجه إلى اللجنة من أي طرف من الأطراف، لا نخص جهة أو طرف يعني بذاته، كل من لديه شكوى، كل من يدعي بانتهاك عليه أن يتوجه إلى الراصدين اللجنة، وعليهم أن يدخلوا على موقع اللجنة، ويمكن أن يتواصل من خلال موقع اللجنة مع مكتبنا لتحديد الجهة الراصدين وعناوينهم حتى يتم التواصل معهم وتقديم ما لديهم من انتهاكات. ثم بعد ذلك نطلب من الجميع أن يحكموا علينا، بعد أن يقدموا لنا الشكاوي ونجري فيها التحقيق نطلب من الناس أن يحكموا على عمل اللجنة. نحن اليوم نقول أننا سنكون أمام تاريخ، لا يمكن أن نأتي من أجل فلان أو علان نتنازل عن دماء الأبرياء، ولا يمكن أن نأتي لنلطخ تاريخنا ويعني تاريخ أعضاء اللجنة ومن وجدوا في هذه اللجنة بمحاباة أو مع طرف ضد طرف آخر. نحن نقول أنه سنعمل بكل حيادية بكل مصداقية، ولن يراقبنا في هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. ما دمت تشير إلى هذا الأمر وتركز عليه بأنه عمل اللجنة بكل حيادية وكل مصداقية، لنبدأ أيضا بعرض نماذج من انتهاكات حقوق الإنسان يثير على الأقل، نبدأ بالطرف الآخر وما يثيره أيضا وما يتحدث عنه أيضا حتى بعض وسائل الإعلام، وما قد أيضا حدث اللي متعلق بالضربات الخاطئة التي طالت بعض الأماكن وسقط فيها ضحايا. ماذا جمعت اللجنة في هذا الجانب أو كيف تعاملت مع هذه النقطة؟ نعم، أنا تذكرت أنه لدينا ثلاث ضربات أجرينا فيها التحقيق وموجودة إن شاء الله بتنزل في التقرير بأسماء الضحايا كامل، أسماء الضحايا ومكان إحدى هذه الثلاث الضربات، وأوقفنا عدنا أمر هناك توجيه من اللجنة بإعادة التحقيق مرة أخرى لوجود شهود، كنا توصلنا إلى نتيجة فجاء شهود آخرين نفوا هذه النتيجة أو شككونا في هذا الأمر، فعدنا التحقيق مرة أخرى على أن تظل قيد التحقيق. وبذلك أنا يعني خلال اليوم أو غدا إن شاء الله سيكون التقرير موجود ويمكن قراءة هذه الثلاث الضربات التي تم التحقيق فيها والاطلاع على النتيجة التي وصلنا إليها. طيب، المجالات التي ركزتم عليها في إطار تتبع حقوق الإنسان، الاختطاف، التعذيب، القتل خارج القانون، يعني أنواع ما استطردتم. نعم، فيه بحثا وأيضا رصدا. نعم، احنا أقرت اللجنة عدد من الجرائم، قلنا الجرائم الجسيمة أو الجرائم ذات الخطر العام وفقا للقانون اليمني، وأيضا هي وفقا للقوانين الدولية كان لها تركيز شديد، وهي التي تشكل خطر على الأفراد وأيضا على المجتمع بشكل عام. أولا انتهاك الحق في الحياة اللي هي عمليات القتل التي يستهدف فيها خصوصا المدنيين، الاعتداء على سلامة الأفراد اللي هي الجرح
والقصف وما أشبه ذلك، الموضوع والعاهات التي سببت، الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري، التعذيب، الألغام، التجنيد، الأطفال، يعني استهداف الأعيان الثقافية. هناك كثير من الأعيان الثقافية استهدفت، تاريخ العريق لليمن جعلناه من ضمن الأشياء الخطرة التي تشكل خطورة على الثقافة المجتمعية. هذه أهم الأشياء. لكن في نفس الوقت كان هناك نص على أنه أي انتهاك، يعني أي انتهاك يشكل انتهاك للقانون اليمني وللقوانين الدولية يقع ضمن اختصاص اللجنة ويجرى فيه التحقيق. طيب، نماذج مما وقفتم عليه سواء من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المتنوعة التي أشرت إليها، أبرز ما وقفت عليه اللجنة وممكن أيضا يعرض للجمهور. ربما لو لاحظت عملية التعذيب، هناك التعذيب حتى الموت. قضية صالح البشري ذكرت في التقرير، موجود بالاسم. أيوه. صالح البشري هو أستاذ مدرس لمادة موجه مادة القرآن الكريم في منطقة بني مطر، كان متوجه مع 2 من أصدقائه إلى صنعاء، إلى العاصمة صنعاء، لحضور ذكرى ثورة فبراير بعد سقوط صنعاء. عند القبر الصيني تم اعتقالهم من قبل نقطة من جماعة الحوثي وتم إخفائهم. بعد حوالي 5 أيام أو 6 أيام رموا في الشارع، وكانت حالتهم مأساوية. أثناء نقلهم إلى المستشفى، وعند وصول صالح باب المستشفى توفي بسبب التعذيب وكانت حالته سيئة. أيضا هذا النموذج رصدته عن طريق ماذا؟ شهود؟ نعم، نزول ميداني لقى مع أسرة الصالح رحمه الله الشهود، حتى أيضا كان ضمن الشهود اللي كانوا معه في السجن. سجناء يعني؟ نعم، أيوة، حتى كانت أسرته قد دفنته دون يعني تقرير طبي وكذا، لكن موجود شهود كثير من أبناء المنطقة، من شاركوا في عملية الدفن، من نقلوه إلى المستشفى، من شاهدوا جسده وأثار التعذيب فيه. الصور أيضا لدينا صور، نحن نأخذ الصور، الفيديوهات، الأشياء هذه كلها أدلة من الأدلة. هذه القضية يوجد لدينا ملف متكامل فيها، لا يعني لا نترك أي مجال للشك. نحن لم نضع هذه القضية في التقرير إلا بعد أن أجرينا فيها تحقيق كامل وفحص كامل وتأكدنا من وقوع هذه الجريمة. وقفتم على الجهات المسؤولة عن ذلك؟ نعم، هي الجماعة الحوثي التي كانت مسيطرة على طبعا صناعتها. تبعها أيضا، وقبلها كان جريمة قتل مجموعة من أبناء إب كانوا يعملون في حقل للقات، وقبل ذلك أيضا الآن قريبا مجموعة من مشايخ أو 3 أو 4 من مشايخ محافظة البيضاء، وهناك نماذج أخرى يمكن أن نقف عليها بعد فاصل. هذه قيد التحقيق الآن المتعلقة بالبيضة. نعم، بالبيضة وبإب. الراصدين بدؤوا برصدها ووصل التقرير، ونحن نستعد الآن لإجراء التحقيق فيها. مزيدا من هذه النماذج بعد فاصل قصير. إذا مشاهدينا سنخرج إلى فاصل قصير، نعود من ثم لإكمال حوارنا مع المحامي عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع المحامي عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حول التقرير الذي صدر من اللجنة مؤخرا. وسيكون أيضا معنا رئيس المركز الإنساني للحقوق والتنمية في تعز الأستاذ حمود الذيب بعد قليل بانتظار دخوله. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك مرة أخرى. في إطار النماذج التي أشرنا إليها، أشرت إلى نماذج التعذيب والاختطاف في مجال التجنيد، في مجال الألغام وضحاياها، ما الذي رصدتم فيه؟
نعم، هناك من أشرت إلى قضيتين خطيرتين جدا، يعني وهي قضايا إنسانية وانتهاك خطير يتم أولا على الطفولة، اللي هي قضية تجنيد الأطفال. ربما يكون عندك الرقم تقريبا 300 وشوية اللي هو تم رصده، لكن هذه الحالات اللي قابلناها أو التي وصل إليها الراصدين، هناك آلاف، بل ربما يصل العدد إلى عشرات الآلاف تم زج بهم في القتال، وهناك أعداد كبيرة جدا منهم قتلوا، باعتبار أن الأطفال يعني قلة الخبرة لديهم، صغر السن، قد يؤدي إلى أن يكونوا ضحايا في عندما يزجوا إلى القتال، يعني ما فيش خبرة قتالية العملية يستطيع أن يحمي نفسه أو شيء من هذا القبيل. نعم. كانت يعني كثير من هؤلاء الأطفال هو لا يعرف لماذا يقاتل، ولا يعرف إلى من يقاتل، حتى ما هو لا يحمل حقد ضد طرف أو شخص، وإنما وجد أنه الرجولة هي في حمل السلاح والتعبئة التي كانت تعبى، وهو يقاتل ضد كذا وكذا شعب. كانت أمريكا عندما يصل إلى أحيانا يصلوا إلى الأسر تجدهم أطفال وديعين، يعني أطفال مهذبين، أطفال يعني عندما تحدث إليهم يمكن أن يصبح هذا الطفل شيء في المستقبل، يمكن أن يدخل المدرسة أو يمكن أن يتخرج من الجامعة لو تم الاهتمام فيه، بدلا من أن يزج فيه إلى الـ إلى الـ إلى ساحة. التقيتم بهؤلاء الذين يقعون في الأسر؟ نعم نعم، في تعز وفي مارب كانت هناك لقاءات مع أعضاء اللجنة الذي نزلوا، زملائنا الذي نزلوا التقوا فيهم، ولدينا إفادات من قبلهم، وهناك يعني شهادات استمعناها منهم، وأيضا هناك أود أن أشيد إشادة غير عادية بالتعامل الذي يلاقيه هؤلاء خصوصا الأطفال، تعامل إنساني، ويتم يعني الأكل، نوعية الأكل، حتى الأماكن اللي هم فيها ما هيش أماكن لا زنازين ولا شيء من هذا، إنما يعاملوا معاملة يعني إنسانية، و حتى بعيدا عن كبار السن ربما. نعم، ويفرزوا بعيد عن كبار السن، ولاحظنا مثلا في مارب فضلوا لهم مكان يعني حلو، يعني ويعني في التهوية، في الشمس، في أشبه كأنهم في مدرسة يعني، وأيضا حتى نظيفين من أشكالهم يبين أنهم يعني مرتاحين، ما لم يتعرضوا لأي إيذاء نفسي أو جسماني، وكنا نتمنى أن نراهم بين أهلهم، أن يعودوا مرة أخرى إلى أهلهم. البعض منهم تم إطلاقهم، وهناك أيضا. طيب، الإحصائية في هذا أستاذ عبد الرحمن، سأخذها منك، كم رصدتم من عملية تجنيد أطفال إلى ما إلى ذلك، وسأكمل أيضا معك ضحايا الألغام، لكن اسمح لي هنا يشارك معي المحامي حمود الذيب، رئيس المركز الإنساني للحقوق والتنمية بتعز. أسعد الله مساك أستاذ حمود. مساء الخير أستاذ الكريم لك ولضيفك الكريم الأستاذ المحامي عبد الرحمن برمان، حفظكم الله. أهلا وسهلا فيك. ونحن نتحدث عن يعني ما قامت به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان حتى الآن، والنزول الميداني الذي قامت به، وهناك صعوبات ربما رافقت عملهم، صعوبات كبيرة، لكن كرئيس مركز إنساني للحقوق والتنمية وتعيش في محافظة مثل محافظة تعز، ما رأيك بعمل اللجنة وماذا تتمنى عليها؟ والله أخي الكريم، بالنسبة للجنة الوطنية، حقيقة الأمر أن اللجنة الوطنية اليوم أعادت الأمل للمواطن اليمني أن حقوقه لم تضيع، وأن الانتهاك ما طالت المواطن تراعي هذه الأمور وتبحث للسار لأجل تنصف أو تنصف كل المظلومين والضحايا الذين سقطوا. فاللجنة الوطنية اليوم أعتقد أنها قطعت شوطا كبيرا، بل جعلت الناس اليوم ينظرون من أن اللجنة الوطنية تعمل ليل نهار لأجل حفظ هذه الحقوق من خلال هناك إشكالية في الصوت. هناك مشكلة في الصوت أستاذ حمود، لعلنا نعاود. طيب تفضل أكمل، كان هناك مشكلة في الصوت، لا أدري هل أنت في مكان جيد للتغطية. أقصد يا أخي الكريم التغطية قد في كل مكان، لأنه نحن في وضع سيء سواء في تعز أو في غيره.
تفضل اكمل، نسمعك جيدا الان. اقصد من انه يا اخي الكريم اللجنه الوطنيه اليوم من خلال ادوارها على مستوى الجمهوريه ومن خلال الرافدين الذين ينتشرون في معظم يعني محافظات الجمهوريه وفي ايضا في تعز وفي غيرها في المديريات لرفض كل الانتهاكات ومن اي طرف كانت لاجل حفظ حقوق الاخرين والتاكد من الانتهاكات اولا باول. فاللجنه الوطنيه اليوم قد تقدم دور كبير من خلال يعني من خلال الراقدين المنتشرين في المناطق. نحن نقدم شكرنا لرئيس اللجنه الوطنيه وجميع اعضائها الذين يعني ظهروا بهذا المظهر اللائق والكبير الذي يؤكد حياديه اللجنه الوطنيه ومدى جديتها في حفظ حقوق المواطنين من اي منتهك من اي طرف كان بحياديه كامله، سواء ما الجرائم والانتهاكات التي تقع من قبل الحوثي وقوى الصالح او يعني غارات الطيران التي تقع في بعض الاماكن وغيرها من المنتهكين. شكرا جزيلا لك الاستاذ حمود الذيب رئيس المركز الانساني للحقوق والتنميه، كنت معنا من تعز، اشكرك جزيل الشكر. وأعود إلى الأستاذ عبد الرحمن برمان في إطار الإحصائيات التي أثبتتموها حول ما يتعلق بتجنيد الأطفال وكذلك الألغام وضحاياها. نعم، هو أود أن أوضح نقطة مهمة جدا وهي أنه يعني الأعداد التي نرصدها ربما هي نماذج، عبارة عن عملية نماذج إلى الآن. يعني لو تكلمنا عن مثلا تجنيد الأطفال تقريب 350 حالة، هذه ربما يعني لا تساوي يمكن 5% من هذه نماذج أو ما تسنى لكم توثيقا ما وصلنا إليه. أنا ما تسنى لكم توثيقا. نعم. نعم، يعني لو جيت توزعها على المحافظات في مناطق يا أخي الكريم في بني حشيش ومناطق كذا ما عادش فيها أطفال، لم يبقى فيها ولا شباب، لم يبقى فيها إلا النساء والشيبات الذي لم يستطيع أن يذهب إلى يعني نحن أمام مأساة كبيرة. حتى لا يظن الناس، أنا أريد أن أوضح للمشاهد الكريم أنه مش أنه فقط في 350 طفل جندوا، لو كان هذا العدد كان الأمر بسيط جدا. لو اعتمدتم فقط على اللوحات التي تعلق في الشوارع لصغار السن لو وجدت عدد مهول. هناك مأساة إنسانية كبيرة، نحن نتألم تألم شديد على هؤلاء الأطفال الذين يقتلون دون مبرر دون سبب دون يعني ولا يوجد أي مبرر، لا يمكن أن نوجد أي مبرر مهما كان أن على أن يقتل طفل، لا يمكن. بالمناسبة ذكرتني اليوم بخطاب علي صالح يوم أمس وقال نحن مستعدين أن نضحي لهم بمليون ونص طفل. احنا نبتعد قليل عن السياسة ونظل في إطار التقرير في إطار الحقوق. طيب في إطار الألغام وموضوع الألغام، الألغام هي إشكالية الألغام. أولا المجتمع الدولي في سنة في نهاية القرن سنة 2000 ونهاية القرن الماضي وصل إلى اتفاقية دولية اللي حظر الألغام وأصبحت سارية المفعول، وقعت عليها أغلب بلدان العالم. اليمن من ضمن البلدان اللي وقعت على هذه الاتفاقية، بل أنه في 2002 الحكومة اليمنية خاطبت الأمم المتحدة أنه تخلصنا من المخزون الوطني للألغام، دمرناه برغم أننا ما سمعناش جوارح ولا شيء. نتفاجأ الآن أنه هناك مئات الآلاف من الألغام. يعني تخيل أنا من المناطق الوسطى إلى اليوم من السبعينات والثمانينات إلى اليوم لازالت الألغام تنفجر في رعيان الغنم وفي المواشي وفي الكذا، مأساة لازالت موجودة. يعني نحن سنكون أمام مأساة تقريب 30 إلى 40 سنة من الآن، يعني حتى إذا توقفت الحرب ستظل الألغام آثار الحرب موجودة معنا عشرات السنوات القادمة مهما نزلت يعني من الفرق. إحنا في اليمن عندنا فريق البرنامج الوطني لمكافحة الألغام وخبراء دوليين على مدار يمكن 20 أو 30 سنة وهم يشتغلوا ما استطاعوا أن ينظفوا اليمن من كم 2000 أو 3000 لغم زرعت في المناطق الوسطى ومناطق اللي كانت متواجدة فيها الجبهة. اليوم عشرات الآلاف تم نزعه حتى الآن. اليوم عشرات الآلاف، بل أنه عندما لاحظنا مكان بقي في مطر في عدن وفي مارب ظهرت الألغام بشكل مفزع أماكن تواجدها، يعني متقاربة حقول ألغام بالآلاف، يعني في مكان يظهر 1500 لغم.
يعني الجيش الوطني ادعى انه انتزع 8000 لغم من محافظة مارب وما حولها. يعني انا اقول انه هناك مأساة انسانية، هذه جريمة، حتى يعني تجريم العالم جرم استخدام الالغام المضادة للافراد حتى على العسكر، حتى العسكريين، يعني مش فقط للمدنيين، حتى العسكريين. اليوم تخيل انت انه يموت طفل مع ابوه يعني في مارب، الاب والاثنين اولاده بلغم، رعين غنم، ابل، ما ذنب هؤلاء؟ الحالات اللي سجلتموها عددها تقريبا هناك موجود تقريبا 300 لا اذكر الالغام اكثر، زادت عن 300 لا 81 حاله تقريبا، اللي 31 حاله اللي 31 لغم اللي وصلنا اليها، لكن الاعداد كبيره جدا. يعني انا اتذكر انه في مارب قبل ان اكون في اللجنه الوطنيه في مارب خلال شهرين او ثلاث اشهر كانت هناك 65 لغم انفجر خلال شهر او شهر ونص فقط من الحرب. يعني سنكون امام مأساه كبيره جدا، وهذا ما يحز في انفسنا وما يؤلمنا. يعني وبذلك انا اتمنى انه من يسمع هذا الكلام ان يعني ينظروا بعين الاعتبار الى ان هذه جريمه، استخدام الالغام حتى في الحرب هي جريمة، حتى ضد العسكريين هي جريمة، لأنه الآن انتهى وضعتها ثم بعد ذلك تذهب، يأتي الطفل، تأتي المرأة تنفجر فيه، أيضا حتى العسكريين، العسكري يجب حتى هو رسالة من المجتمع الدولي، رسالة إخلاقية على أنه استخدام اللغم عمل غير إخلاقي، لأنه الآن أنا أقاتل قلنا شايف أقدر أهرب أقدر كذا في حال الخطر، لكن أنت بالألغام أنت يعني تقتل رغما عن الشخص. ولذلك زرعوا فعلا حقول ألغام كبيرة في هذا الجانب. طيب لو انتقل معك إلى موضوع المختطفين والمعتقلين ومعاناتهم، ستكون أيضا معنا الأستاذة نجلة أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، هي معي الآن عبر الهاتف. أرحب بك أستاذة نجلة وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا، طبعا سأتي لك أستاذة نجلة، فقط أولا أسمع من الأستاذ عبد الرحمن حول ما تم أيضا وضعه أو أيضا توثيقه في موضوع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا. حقيقة العدد ربما يكون قليل الذي تم حوالي 400 وشوي حالة، بسبب خوف كثير من الأهالي من تسجيل أبنائهم وأقاربهم، على رغم أنه إحنا أحيانا يعني في حالات كثيرة لا نذكر الأسماء في خصوصا في هذه الظروف الحالية. نحن من يخاف، من يرى أنه هناك خطورة على نظل نحطها أرقام عندنا في التقارير ولا نذكر فيها الأسماء، ربما نذكر بعض الحالات التي لا نرى، يرى أصحابها لا يمانعوا من الحديث ولا يمانعوا من الذكر. فأنا أقول أنه قضية المعتقلين هي مأساة كبيرة جدا، باعتبار أنه الناس ينظروا إلى القتلى، إلى الشهداء، إلى الجرحى، إلى حصار المدن، إلى أشياء ظاهرة، لكن لا يعرفوا ماذا يدور خلف السجون من تعذيب، من إخفاء، لا يعرفوا ماذا يدور في البيوت من آلام، من دموع للأمهات، للزوجات، للأبناء، لا يعرفوا السجين الذي توفي والده قبل كم يوم وأنا أقرأ قبل قليل قصته، ثم لا يسمح له رغم كل الضمانات أن يحضر قبريان أبوه، لا يعرفوا كثيرا كم الزوجة أهينت أمام أقسام الشرطة، وكم أم أهينت أمام هذه الأماكن، أمام المكتب النائب العام وأقسام الشرطة. العالم غض الطرف بشكل كبير جدا عن قضية المعتقلين، وكان دور المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية على مستوى العالم وأيضا المنظمات الداخلية كان دورها قليل أو ربما يكون منعدم واستثنائي، لولا أن رأينا انتقل الدور بعد أن رأت الأمهات والزوجات والمرأة اليمنية رأت أنه لا مصير لها، فشكلت نفسها في روابط وفي تجمعات استطاعت أن تخرج صوت المعتقلين وأن يصل إلى العالم. ونحن اليوم أمام رابطة أمهات المعتقلين التي تناضل من أجل أبنائها، من أجل أن يخرج هؤلاء المظلومين الذين لا يوجد أي تهم عليهم. وهذه الرابطة أطلقت قبل أيام حملة أخرجوا عيالنا، تطالب فيه الجميع بالتحرك لإطلاق المختطفين من السجون. هنا أجدد ترحيبي بالأستاذة نجلة أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، ومسي عليك أستاذة نجلة، ولنتحدث عن أوضاع المختطفين وحملة أخرجوا عيالنا والسلاسل البشرية التي يقوم بها نساء وأمهات وأطفال المختطفين في صنعاء، وإلى أين وصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا ارحب بكم الاستاذ بكر والاستاذ عبد الرحمن برمان، واشكر كثيرا جهود الاستاذ عبد الرحمن برمان وسائر المحامين المتضامنين
مع المختطفين وقضيتهم العادلة والمطالبة بالإفراج عنهم. بالنسبة للحملة، حملة أخرجوا عيالنا، هي حملة جاءت نتيجة شعورنا بالقلق المتزايد إزاء التهديدات التي أطلقها أو يطلقها عادة جماعة الحوثي ومن معهم المشرفين على السجون أو القائدين على هذه السجون. كلما رأينا بوادر لاقتراب الحسم العسكري أو لدخول العاصمة صنعاء، وجدنا مجهود كثير من التهديدات التي يطلقها هؤلاء بتفجير السجون أو بقتل المختطفين، فشعرنا بالقلق فأردنا تحديث ملف المختطفين أو التعريف لمعاناتهم من خلال حملة أخرجوا عيالنا. هذا كان الهدف. تفضلي أكملي. بالنسبة لمعاناة المختطفين، هي لا تخفاكم، ابتداء من الإخفاء القسري إلى تردي الأحوال المعيشية أو تردي الخدمات المعيشية والصحية داخل السجون، أيضا مشاكل الصرف الصحي التي تعاني منها بعض السجون كالسجن الحضرة وغيرها من السجون، فقدان وظائفهم، فقدان دراستهم، الآثار النفسية المترتبة على وجودهم في السجون سواء عليهم أو على أهاليهم. مثل ما ذكر الأستاذ عبد الرحمن برمان، كثير من المختطفين يموت أهاليهم، آباء، أمهات، إخوة وأخوات، وهم مغيبين في السجون محرومين حتى من حضور الدفع أو إلقاء النظرة الأخيرة على قريبهم الذي توفي. أشرتي إلى مسألة التهديدات المتتالية بإخفائهم، يعني أيضا تصعيد عملية المنع لأهاليهم من زياراتهم وإدخالهم إلى زنزانات انفرادية في بعض الأحيان. تفاصيل عن هذه أكثر. أبرز التفاصيل عن هذه قضية الصحفيين المختطفين الذين كانوا في هبرة، تمثل أولى الأمن السياسي وتمت عملية إخفاء جديدة لهم بعد أن كان مسموح لهم بالزيارة. حتى الآن غير مسموح بزيارة الصحفيين العشرة الذين نقلوا من هبرة إلى جهاز الأمن السياسي. حرمانهم من الزيارة أو تعنت الجماعة في أن تسمح لأهاليهم بزيارتهم بانتظام أو تقديم خدمات لهم، هذه من ضمن المعاناة التي يعانيها أهالي المختطفين وبالذات أمهات المختطفين. طيب، ما الرسالة أستاذة نجلة اللي طبعا يعني تتكرر هذا السؤال وتتكرر الرسالات، لكن أنا أيضا بدوري أحيي أمهات المختطفين وهذه الرابطة التي تتحدى كل الصعاب وتناضل من أجل القضية حقا، من أجل مظلومين ومن أجل أولادهم الذين يخرجون، لكن لا بأس أن تترك المساحة في كل لحظة وفي كل يوم لتوجيه الرسائل التي ترونها مناسبة. رسالتنا الأولى هي المنظمات الحقوقية والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، المفوضية السامية، منظمة العفو، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم نجد ذلك الصدى اللائق بقضية المختطفين في أعمالكم في تحركاتكم مما أثر على ركود هذا الملف. أيضا رسالتنا الموجهة للسياسيين، لا تدعوا قضية المختطفين قضية للمزايدة السياسية، ضعوا قضية المختطفين كقضية إنسانية بالدرجة الأولى ولا تدعوها لمزايدة السياسة ولا لتقلبات السياسيين. ورسالتنا الثالثة وهي رسالة شكر لكل الحقوقيين الذين يقفون مع هذه القضية العادلة، نقول لهم شكرا لكم وسعيدون جدا بأنكم تضامنتم معنا في هذه القضية. وهذا أقل واجب أستاذة نجلة تجاه المختطفين وأهاليهم. شكرا جزيلا لك عضو رابطة أمهات المختطفين نجلة أحمد، كنت معنا. إذن في خاتمة هذا اللقاء أستاذ عبد الرحمن، حتى المختطفين الذين كانوا في 2011 اليوم أصبح وضعهم سيء ونقلوا إلى أماكن أخرى، أنت يعني أحد المحامين أو محامي هؤلاء، كيف تابعت؟ نعم والله أخي، يعني تألمت كثير عندما رأيت المؤسسة القضائية ومؤسسة النيابة العامة، وأيضا رأيت زملائنا المحامين من الطرف الآخر كيف تعاملوا مع هذه القضية. استفردوا بهؤلاء الشباب، يعني تخيل إننا نبحث عن محامين يحضروا الجلسة، الكل يخاف، حالة رعب. يعني قناة اليمن اليوم هي القناة الوحيدة التي تحضر، جعلت منهم مجرمين كبار في تقاريرها، لم يتعاملوا معهم تعامل الاحترام كمتهمين رغم
قناعتنا ببراءتهم، رغم قناعتنا إذا كان هم اعتقلوا 8 أشهر وأخفوا 8 أشهر ونقولوا النيابة العامة حضرت معهم التحقيق مش عارفين ليش معتقلين، كانوا معتقلين بسبب الساحة، في آخر المطاف حولوها لهم إلى قضية النهدين كنوع من الابتزاز السياسي. اليوم القاضي يصدر قرار، وهو زميلي يعني للأسف الشديد، وأنا أحترمه وأقدره، هو قاضي جميل ورائع، لكن لا أدري كيف أتخذ هذا القرار بسبب ما حصل من عملية ضغط وتدليس على القاضي، بأنهم في مرفهين وأنهم يرفضوا الحضور وأنهم معهم أسلحة داخل السجن، داخل السجن المركزي. يأتي تخيل شعيب البعجري، هو شاب ظريف جدا ويمزح ويحب الحراس وكذا، أعطوا إليه رشاش وهو داخل السجن في الحوش يقعدوا يسامروا مع هذا، بيقول له تعال تعال صور صور بالرشاش، أخذ الرشاش وصور فيه وأرسلت الصورة مباشرة لمحامين الطرف الآخر، ومجاشرة قدموها للمحكمة أنه هؤلاء السجناء، هؤلاء السجناء، شعيب طالب كلية الهندسة تخرج هذا العام وهو دخل سنة أولى وتخرج ودرس داخل السجن وتخرج من نظم المعلومات، وأرسلت قدمت للقاضي أنه هؤلاء يتحصنوا برشاشات، يعني شيء لا يقبله المنطق أن سجناء داخل السجن المركزي في ظل حكومة المجني عليهم هم من يسيطروا على ده، وأنهم عندهم رشاشات عندهم كذا، يعني شيء أنا أقول أنه في ابتذال بشكل كبير جدا، وأنا أتمنى من الزملاء المحامين أن يترفعوا قليلا، أن يترفعوا وأن يحققوا. عندما كانت هم يدعوا أمام المحكمة اليوم، كانوا يدعوا أمام المحكمة قالوا أنه هذا في ظل حكومة باسندو وحكومة الإصلاح حكومة كذا تم تهريب السجناء وكذا، أنا أقول لهم في ذلك الوقت أرعب القضاة، يعني أرعب القضاة، وتنحى القاضي العادل المشهور له بعدالته، قالوا هذا القاضي جاء عشان يبرهم، فلما قرئ هذا الكلام أعلن تنحيه قبل، وهم جاهزين قدموا الطلب، وإحنا زملاء كنا مع بعض، قالوا بيرون إنه حنقدم طلب للقاضي يتنحى، تنحى قبل أن يطلبوا منه، قال ما دام أنتم تقولوا كذا، نقلت إلى القاضي الآخر، قالوا هذا من الطرف من إنه مع الثورة ومع الكذا، برغم إنه لا علاقة له لا بهذا ولا بذاك، وتنحى القاضي الآخر وتركوا القضية، ما كانوا يرفضوا أن تصل القضية إلى القضاء، لأن قضية فاشلة، قضية خاسرة، لا يوجد فيها أدلة، هؤلاء أبرياء، سيصدر حكم أي قاضي سيصدر حكم بالبراءة، حتى جاءت دولتهم، حتى سقطت الدولة وجاءت الفترة الذي نعيشها نحن، حركت القضية، محامي واحد هو الأستاذ عبد المجيد صبروان أحييه، هو الوحيد الذي يحضر ويدافع ويواجه جميع المحامين، تواصلت معهم كثير من المحامين النزهة والشرفاء، تواصلت معهم، عربوا لي عن خوفهم من هذه القضية، وأنه لا يمكن أن في ظل هذه الظروف أن تكون هناك محاكمة عادلة، يخترق القاضي المادة 48 من الدستور التي لا تجيز حبس المواطنين أو الأفراد أو المتهمين في سجون غير قانون، اللي السجون لا تتبع مصلحة السجون، ومعروف إن الأمن السياسي يتبع رئاسة الجمهورية لا يتبع وزارة الداخلية، مصلحة السجون تتبع وزارة الداخلية، نص صريح في المادة باء، أنا أقول إنه هناك خرق للدستور، ثم بعد ذلك يأتوا إلى القاضي يقول يا قاضي إحنا تحت الأرض، يا قاضي إحنا في الظلام، يا قاضي إحنا ما لقاش أكل إلا قليل من الأكل، يعني مأساة، نحن أمام مأساة كبيرة جدا. ولعلنا نسلط الضوء أيضا عليها في ما تبقى من الحلقات القادمة بإذن الله، وتكون معنا أستاذ عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، انتهى بنا الوقت هنا فلتجاوزناه، شكرا لكم متابعينا وإلى اللقاء.